فتعلم اللغة أمر سهل. وميسر ما دامت عندك الرغبة إن شاء الله. وهو كما قال عمر تعلموا الفرائض، سيدنا عمر رضي الله عنه، تعلموا الفرائض فإنها من الدين، وتعلموا العربية فإنها من الدين. وقال عمر رضي الله عنه علموا أولادكم المروءة فإنها من الإسلام، وعلموهم العربية فإنها من الإسلام، وأعربوا لهم القرآن. وقال الشافعي ما سئلت في مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها بمسألة من مسائل النحو. وقال الشافعي من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم. من تبحر، تعرفون تبحر؟ البحر. تبحر يعني تعلم كثيرا وتمكن من هذا العلم. من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم، يعني سيهتدي إلى التفسير، وسيهتدي إلى الفقه، ويهتدي إلى العقيدة وفهم الألفاظ. وقال الأصمعي إن أكثر من ضل عن الشريعة، إن أكثر من ضل عن الشريعة إنما بسبب استخفافهم للغة، أي لعدم اهتمامهم باللغة. وقال الأصمعي أيضا إن أخوف ما أخاف، إن أخوف ما أخاف على طالب العلم الذي لم يدرس اللغة، إن أخوف ما أخاف على طالب العلم الذي لم يدرس اللغة أن يقع في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. إن أخوف ما أخاف على طالب العلم الذي لم يدرس النحو، يعني طالب علم يدرس الفقه أو التفسير أو إلى آخره، ولم يتعلم اللغة، لم يتعلم النحو والصرف والبلاغة، فهذا الطالب الأصمعي يخاف عليه من أن يكذب على النبي، من أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما أقول مثلا جنبوا أطفالكم المساجد، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ مع أن المعنى المنتشر ماذا؟ جنبوا، يعني أبعدوا، جنبوا أطفالكم المساجد يعني أبعدوهم. لكن لما ترجع إلى المعنى اللغوي والصاحب بالجنب، جنبوا أي الزموا، جنبوا أطفالكم المساجد يعني اربطوهم في المساجد، يلعبون ويأكلون وينامون وكل شيء في المساجد. فلا شك أن طالب العلم الذي لم يهتم بدراسة النحو ربما تنزلف قدمه وينحرف عن الطريق ويضل السبيل بسبب عدم معرفته وفهمه للنحو.